اتهم الواد حمدي في الحاجات اللي اتسرقت منه. كان يا دوبك لسه بقالنا 6 أشهر متجوزين. وقفت له بقى حته واقفه، قلت له الا اخواتي تيجي عندهم بقى وتحول. اخوات شربات دول هم عينيهم مليانه شربات اللي ربت. راح كرشني قال لي بره انت واخواتك. برضو؟ بردك. ما هو مفيش طلاقه من اللي انا طلقتها يا اختي الا وجوز الخيل دولت كانوا وراها. الهي يخليهم لي يا رب ويحفظهم. بصي مفيش راجل يستحمل ست ما بتخلفش زي وقاعده تتشرط وتقول له لازم اخش عتبه جديد وتجر وراها جوز البغلده. وبعدين دول ياما وقفوا لي المراكب السير. انما ربك بقى، ربك بقى لما يعوز، ربك ده رب غلابه جابر وما يخرجيش لساني الطويل ولا صوتي العالي. لا انا في الاول وفي الاخر ايه؟ مر. ايوه على معي. الله انت هنا يا هالة. ما كنت بتتغدى معاكي يا اختي على السفره. لما تلاقي الشربات اعني اعني يا اخويا. كتر خيرك. دي بقى شوشتة هانم، الفرنسيسة بتاعتنا، حرم المرحوم اخوي الله يرحمه. اهلا يا دكتور. اهلا حضرتك. ودي بقى بنتي هالة الصحفية اللي كلمتك عنها. اهلا وسهلا. عارفة يا هالة شفتي؟ اهو جبتولك لغاية عبدك. اصل من كتر ما كلمتها عنك قالت لي والنبي يا ماما، والنبي يا ماما هاتي عشان اتفرج، قصدي عشان اتعرف عليه. وادينا اهو جبته لك يا حبيبتي. انا اهو. تعرفي يا هالة والله وماليك عليا حلفان، من ساعه ما مسك رجلي يا حبيبتي وانا حاسه ان ايه رجلي دي احسن من قبل ما كانت مكسوره. اهلا يا دكتور، ازيك؟ اصل النهارده الحقيقه كنت عازمه على الغدا، بس اعتذر لي قال لي انا مش فاضي، بس وعدني ان ان شاء الله هيعوضها لي، مش كده؟ اكيد ان شاء الله. عمتي عواطي، انت كنت عازمه الدكتور على الغدا من غير ما تقولي لي يا عمتي؟ يا اختي على جمالك، يا اختي على جمالك، كنت بتقولي عمتي بحبها قوي هي طالعه من بقك. اصل كلمه عمتي دي من التراث والفولكلور، بنتوارثها كده ابا عن جد. بس انت وهلا بقى عشان صغيرين في السن عيال، يعني ما تقوموش على الحاجات دي. اصل هلا بنتي يعني بتهيألي انها اصغر منك 3 سنين، 3 سنين الا ربع حاجه كده. ما تغلوشيش. كنت هتعزمي الدكتور من غير ما تقولي لي يا عمتي. بتحبي تهزري، بتهزري كتير قوي، بس انا خايفه الهزار بتاعك ده الدكتور يفهمه غلط ويفتكر انك انت زعلانه ان انا عزمته. خفتي، عايزاكي جوه اتكلم معاكي. قومني من فضلك واقعد مع هذا هنا، كلموا مع بعض لغايه ما ارجع له. اتفضل. على ما قومي يا عمتي. طب اسنديني على الاقل. حاضر. ايه ده؟ ايه ده؟ ابوس رجلك، اعملي قفله قدام الواد بس عشان خاطري. خاطرك؟ خلاص يا حبيبتي خلاص، بلاش خاطري انا، عشان خاطر بنتي هالة دي غلبانه وبتحبك والله وعهد الله روح فيكي. يستحيل دولت يكونوا ولادك ابدا، دول ولاد حرام، ويستحيل انت تبقي امهم عشان دول عسل. استغفر الله العظيم. طب خلاص يا حبيبتي بلاش خاطري انا، عشان خاطرهم هم. انت منمره على الدكتور عشان البنت يا عمتي. كلمة عمتي طبعا من بقك زي العسل حبيبتي، ان جيتي الحق. اصل الواد ده يعني طيب قوي ومؤدب واخلاقه عاليه عاليه قوي، وراقد على خميره، خميره تقيله قوي قوي قوي. النبي ما اعرف يا اختي ولا فكرت في الموضوع ده ابدا، ولا حطيت الحكايه دي ابدا في راسي. يا اختي لا يا شيخه، امال العربيه الالاجه اللي راكنه قدام باب الفيلا دي مش عربيته يا اختي؟ عربيه؟ النبي يا اختي ما خدت بالي، بس جايز. بصي يا حبيبتي عشان استر عليكي وما ننشرش غسلنا الوسخ قدام حد، ها؟ هاتيلي كده من الاخر وبلاش المحن بتاعك ده عليا، عشان انا لو وقفت فوق فلوسي هبقى اطول من البرج، ها؟ مش هحسدك على المعفن اللي احنا. خلاص خلاص خلاص. العربية اللي بره دي بتاعته وغني ومتريش وهينغنغ بنتي وهينايمها على حرير لو طلعت من حد ومن نصيبه. ارتحتي خلاص؟ تصدقي بقى انك انت مره تخافي ما تختشيش. انا مش هعمل كده عشان خاطرك،
هعمل كده عشان خاطر البيت. كتر الف خيرك يا حبيبتي وجميلك ده فوق راسي من فوق. بوسه بقى. لا بوسه واحده من غير بوس. اجرتها بس دي غاليه قوي. بنص مرتبي تقريبا ده يوم واحد. حد يعمل كده يا يحيى؟ امال كنت اسبوك على مامتك ازاي؟ ما هو ما ينفعش افضل اتكلم قدامها بالملايين دي كلها وفي الاخر اجي لها بالعربيه الكحيانه بتاعتي. ميكي شويه عندنا شويه. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اتفضلي يا عمتي حاسبي يا اختي لا تقعي تتقطم رقبتك المره دي. ساعتها الدكتور يحيى والكونسورم واطباء بتاعه مش ممكن ابدا يلحقوك. يا ماما مش تقولي كنت اساعدك. يا دي على جي وعلى جمالك والله العظيم اتكسر القلب من بعدها. هلو. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا حبيبي؟ ده كابتن حاتم بقى اخويا كابتن طيار. وده دكتور يحيى دكتور العلاج الطبيعي الخصوصي بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه ده تورته؟ هلا تعالي الحته عايزه حل. احنا هنعملها ايه؟ عر مجلس يا كابتن؟ انا اقول لك ايه، انت مش اتفقتي معايا انك انت هتلم الدور؟ معاكي مش معايا. عشان خاطري ولو اني عارف ان ماليش خاطر عندك، عشان خاطر خصيمك النبي يلم الدور. عليه الصلاه والسلام. وحشنا قوي قوي يا كابتن. انت اللي وحشاني قوي يا مرات اخويا. اصل يا دكتور الواحد ما بيصدق ياخد اجازه من مشاغل الدنيا يجي يرتاح مع الناس اللي بيحبهم. دول اللي هم شوشات؟ شفتي الامل اللي انا فيها يا اختي؟ شفتي يا يحيى شفت؟ مفيش احلى في الدنيا يا حبيبي من دفى العيلة. أول مرة أشوفك بتضحكي، ضحكتك حلوة أوي. القرفة؟ القرفة يا رشا أنتِ بتكلمي جد؟ آه والله وحياة أمي. أول مرة ياخدك وتخرجوا أنتوا الاتنين لوحدكم أخدك القرفة؟ آه. لا بس خدني بعدها على الغدا. خدني على الغدا وبعدين رحنا حته بس 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 انت بتكلمي عادي كده اكنه اخدك النادي مثلا. ما هو كان عايز يعرفني على جميله. جميله مين؟ المرحومه؟ يا نهار اسود. على فكره انا عارفه ان هو ابن عمتي من اول يوم انا اتولدت، بس انا اول مره اعرف ان هو مختل عقليا. ناديه بلاش قله ادب، هو مش مختل عقليا ولا حاجه وانا فاهمه تماما هو ليه بيعمل كده. ما هو لو انت فاهمه يبقى انت اصلا مش طبيعيه. بدل بقى دراسة علم النفس اللي انت بتعمليها دي روحي عالجي نفسك. واصلا كده كده جواز القرايب ده غلط على الخلفه، ده مع الناس اللي في كامل قوامهم العقليه، شحال انتوا بقى اتنين مهابيل هتجيبوا لي ايه ان شاء الله؟ بصي يا حبيبتي الناس لما تدخل علاقه يعني يتعرفوا على بعض بيحبوا بعض بيبقوا عايزين يقربوا من بعض اكتر ويفهموا بعض اكتر، كل واحد بيبقى عايز ياخد التاني لدنيته، فاهمه يعني؟ يا حته القرفه دي بيروحوها وهم خارجين من الدنيا مش وهم بيدخلوها. انت درستي علم نفس؟ يبقى اسكتي. انا فاهمه تماما ياسين بيمر بايه نفسيا وذهنيا. الراجل لسه ما فاقش من صدمه موت مراته، ده كان بيحبها بجد، فجاه لقى نفسه مشدود لواحده تانية وعنده ليها مشاعر، يعمل ايه؟ الراجل اتلخبط اتلخبط. اكيد هو دلوقتي علشان هو شخصيه مثاليه حاسس بالذنب، حاسس ان هو بيخون جميله. بيخون جميله ايه؟ جميله دي في دنيا تانية اصلا. رشا الكلام اللي انت بتقوليه ده كله كليتش على فكره. يعني ايه كليتش؟ يعني لو انا بحب واحد وهو بيحبني واول مره ياخدني ونخرج مع بعض لوحدينا ياخدني القرافه يبقى تاني خروجه ان شاء الله على مستشفى المجانين. السلام عليكم. اهلا ازيك؟ تمام. هي مالهاش ما سبتش. لا اصل الصراحه انا المره دي سمعتكم وانتم بتتكلموا فقلت اجي علشان اديكم دول. ايه دول؟ دي الدعاوي بتاعت افتتاح المسرحيه اللي انا بمثل فيها. ايه ده بجد؟ طب الف مبروك. الله يبارك فيك. فيها دور كبير؟ الحقيقه احنا اول ما بدانا البروفات كان دور صغير قوي، بس المخرج فضل يكبر 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 فيه لحد ما بقى مش بطال. طب هايل. بس مش البطل يعني. بس هو كبدايه الحمد لله مبسوط بيها قوي. كويس قوي. وهترقص فيها؟ طب يرقص رقص يا رشا؟ هايل. لازم تيجوا علشان ده يفرق معايا بجد. واحنا هنيجي بجد. طبعا هنيجي يا صف. ولا نقول خالد؟ لا 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 خالد ايه؟ خالد دي بتاعت الغرب، انما احنا بقينا اهل. انا اسف يعني. لازم تمسك نفسك. لازم تتاسف. تاسف على ايه؟ احنا فعلا اهل. ماشي هستناكم.
بعد اذنكم. اتفضل. انت بقى شفتي راسه فين يا اختي؟ انا رقصت معاه كمان ما شفتهوش، بس رشا عليه رقص حسيت ان هي ممكن تبقى احلى رقصه في حياتي. وانا يعني هتفوتني حاجه زي دي؟ لا طبعا. انتوا داخلين تصوروا امتى؟ طيب على وقتها يبقى الكولكشن الجديد كله نزل. تعالي المحل وهوريكي كل الديزاينز، اختاري اللي انت عايزاه. اوعدك هتبقي عايزه كل هدومك في الفيلم جايه من عندنا، بس على شرط اسم حكيم ويبقى قد كده في التتر. هكلمك تاني اوكي؟ لو عايز حاجة في مدمزال برا ممكن تساعدك. مش مصدق انك بتعاملي معايا كده. انا عمري ما حبيت حد زيك يا نادر. انت عارفة ده كويس. انت عايز ايه؟ انا ما رضيتش ارد القلم من عمك ولا اخد بطاري، لانك اكتر واحدة عارفة ان انا لو عايز اذيه هاذيه بجد. بس لما عرفت ان انت مالكيش اي علاقة باللي عمله فيا سامحت. متشكرين. ولو ان انا حاسه ان الكلام اللي انت بتقوله ده كله كلام فاضي ومش فاهمه انت جايه هنا ليه برضه. ناديه، هو انت بجد ما بقيتيش بتحبيني؟ انا لا بحبك ولا بكرهك ولا فاكره يوم كنت معاك ولا عايزه افتكر. حتى لو قلت لك اني محتاج لك؟ يا الله اطلع بره. انا مراتي بتخوني يا ناديه. وانا مالي انا؟ انا عمري ما حبيتها يا ناديه. أنا اتجوزتها عشان سببين. السبب الأول عشان أنقذها من الفضيحة اللي عمك عملها لها، والسبب التاني عشان كنت فاكرك مشتركة مع عمك في المؤامرة اللي عملها لي، فكنت عايز أغيثك. أنت السبب في الجوازة دي يا نادية. يا نادية أنت لو كنت قلتيلي من الأول إنك حامل إحنا كان زماننا متجوزين، وما كانش يقدر حد في الدنيا دي يعمل معانا حاجة. نادية فؤاد اطلع برا. اطلع برا. ايه اللي عندها لك البوليس؟ بوليس؟ انا اسف. ايوه يا رشا، انت فين؟ انت مش قلتي ان هتخلصي وتيجي؟ لا انا في الاتليه، جيت اخد الديزاينز الجديده من ياسين. يعني تقدري تسميها تلكيكه كده علشان اشوفه. مالك يا ناديه؟ صوتك ماله؟ كلمي. ايه؟ علشان تصدقوني لما اقول لكم لازم امني يقف على باب المحل. لا ما تخافيش، مش هيقدر يعمل حاجه. طب بصي بقول لك ايه رايك تعالي هنا. لا تعالي ما تسوقيش، انا اروح بيكي. ماشي يا حبيبتي. خلاص يا عبيطه، خلاص ما تقلقيش، يلا مستنياكي. باي. هي في ايه؟ مالك دي؟ ناديه. مالها ناديه؟ ما فيش حاجه، يعني حاجه بيرسونال كده. هي هتيجي يعني تبقى تقول لك بقى. الديزاينز الجديده صح؟ ده الالبوم بتاعي جميله صور. ما انا هروح اشوف نسرين علشان انا ما قلتلهاش ان انا جايه، وحسي في اصطاد في المايه العكره وكده. طيب انت كويسه؟
القلب الغالي يا بنت الغالي. اهلا يا حبيبتي، ازاي؟ الحمد لله، انا كنت جايه بس علشان انت تيجي وقت ما انت عايزه، بسبب ولا من غير سبب. يا اهلا بيكي. ايه ده رشا؟ تعالي يا اختي لما ضيفك، تعالي اتفضلي اتفضلي، منورانا النهارده والله والله. وناش عرفني يا عادل، متابعه ولا مش متابعه؟ شايفني خلفت 7 قبل كده؟ خلاص يا عادل خلاص، مسافه السكه هكون عندك. يلا باي. مسافه السكه؟ هو انت رايحه حته يا بيبي؟ واحده صاحبتي عامله اوبن داي وانا لازم اروح لها دلوقتي. الاوبن داي ده ما يستناش لبعد الشغل يعني؟ لا انا مش هتاخر خالص، ساعه ساعه ونص وارجع. باي. اصل البيتش بس من مرات اخويا راحت تقعد عند اخوها كام يوم في حلوان، ادتها اجازه عشان المشوار من هنا لحلوان صعب قوي يا اختي. والبنت بسمة اصلها بهيمه سكرتيره ايدي، ما بتعرفش الالف من كوز الدورة، بتتخانق طول الوقت طول الوقت هي والواد حمش، بتفكر فيها على طول. انا بقى قلت لهم اخر خناقه، والله العظيم ان شاء الله تولعوا بجاز انتوا الاثنين، انا ماليش دعوه بيكم، وانا فاضيه لكم ولا فاضيه لكم. انت سامعاني يا اختي؟ ايوه سامعاكي. معاكي انا. تلاقيكي بتقولي ايه المره اللي التالته اللي قاعده تقولي حاجات انا ملياش فيها دي ابدا. والله انت رايقه شربات. قولي لي بقى، هو مزعلك في ايه؟ مين ده؟ الله يا اختي، اللي انت خارجه من عنده مساهمه وكان مدلوق عليكي جردل تلج ووشك مفطوس، ابن عواطشي في الحيزبونه، مزعلك في ايه؟ لا ما زعلنيش ولا حاجه، ما فيش حاجه حصلت اصلا يعني. يا سلام، عيني في عينك كده. طب فضفضي لي يا اختي، احنا نسوان زي بعض. بصي الواد ياسين ده امير وطيب وابن حلال وما يقصدش يزعلك، بس هو جلنف بقف ما بيعرفش يعبر. هو قال لك ايه بالظبط؟ ورحمه ابوكي ما قال لي حاجه. انا ديك النهار شفته قلت له يا واد انت شكلك كده بيحب، لقيت وشه ده نور وزقطت وضحك وعرق وحالته كانت حال. انما انت عرفت ازاي ان انا يعني؟ طب وانت تفتكري ان في حاجه ممكن تستخبى عني في السرايا الصفراء اللي احنا عايشين فيها؟ هو ما زعلنيش. لا هو زعلني بس انا عارفه ان هو ما كانش قاصد يعني انه يزعلني ولا حاجه، وانا ما زعلتش اصلا، بس هو في موقف سخيف حصل كده دلوقتي وانا مش عارف اشرحه لك، عشان مش عارفه اصلا لو هتفهميني ولا لا. يا اختي انا ممكن ما افهمش اي حاجه في الدنيا، بس عندي حته الحب والغرام، عارفه الماجستيراه ده اللي انت بتعمليه. انا بقى عندي 500 ماجستيراه في الحب والغرام. الا دي بتاعتي انا. انا الماجستيراه بتاعتي في الهبل يا فندم والله. اضحكي يا اختي اضحكي. انت عارفه ان انا عمري في حياتي ما عرفت اكرهك؟ عشان قلبك دليلك، عشان ربنا يعلم ان عمري ما دخلت عليكم لا بنيه حقد ولا كره، بس اهل ابوك دول ولاد رافه دي نارهم قايده قايده في صدرهم كده. معلش بس انت برضو لازم تعذريهم، اصل غصب عنهم، انا كمان ساعات بيبقى غصب عني يعني. من غير ما تكملي، انا قلت لابوك الكلام ده 100 مره، الله ينور قبره يا رب، بس انت بقى غيرهم، هم ماجستراه اذيه ويعبدوا القرش، بس بينسوا انه مالك الملك لو وهب خلصت خلاص. انا كمان كنت ساعات ببقى مستفزه قوي متضايقه من فكره انك طبيتي على حياتنا كده وجيتي ورثت نص ثروه ابويا. بس عمرك يا اختي ما تبلتي عليا ولا قلتي ان انا حاولت اسم ابوكي ولا قهرتيني بالكلام اللي زي الدبش اللي بيقولوه عليا. بقى هما كلامهم زي الدبش وانت كلامك ايه يا شربات؟ بينطروني اقول يا اختي بينطروني اقول كده، وانت فاكراني عامله زي وابور الجاز عايزه اهب في اللي قدامي وخلاص؟ بس هما اليومين دولت مغيرين الخطه معايا، بيجروا ناعي. عواطف وحاتم؟ عواطف وحاتم، قولي عواطف دي مفروغ منها، انما حاتم بقى فجاه كده ضميره صحي وما بينيموش وعايزني اغفر له. عموما ما فيش حد فيك تخاف عليه يعني، وانت بالذات صح؟ انت بقى يا اختي تخاف عليك، انت في اليومين اللي فشخت الضب عمال على بطال، دخلتي جوه وخرجتي واكله سد الحنك، يتخاف عليكي ولا ما يتخافش؟ وانا باين عليا قوي كده؟ لا بس انا ما بتفوتنيش فوت. ها مزعلك في ايه؟ انا مش زعلانه، انا غيرانه. هطق مش قادره. انا جيت اساسا هنا بتلكك عايزه اشوفه، وهو هبل مش فاهم يعني ولا ايه؟ جيت لقيت على الديسك بتاعه صور مراته، البوم فيه صور مراته، جيت بفتحه بيقول لي اصل دول صور المرحومه يا رشا،
هو انت كويسه؟ قلت له ايوه طبعا كويسه، انا مش فاهمه هو بيتصرف كده ازاي. حمار ايوه حمار. شكرا. يا نهار اسود، لا مؤاخذه يا ريس، غصب عني والله. هو في كده؟ خلاص حصل خير، مفيش مشاكل. طلع عشان خاطرك انت بس يا ريس. ايه يا عم؟ اصل انا الصراحه لسه بدبش في السواق. من الواضح. تعرف ان انا كنت لسه بفكر فيك وانا في التاكسي. بتفكر فيه انا؟ اه. طب بقيت تشتغل هنا انت كمان ولا ايه؟ لا ده انا جاي الشربات في موضوع كده. اه قصدي شوشت. طب يلا انا كمان داخله لها. ليه شوشت؟ لا الشربات. عدي. لا انت الاول. رفضت امر ليه؟ ايه الطريقه اللي انت داخل عليا بيها دي؟ عملت ايه امر عشان تتفادى عم محمد؟ ايه البجاحه اللي بتكلمني بيها دي يا ولا؟ وانت ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ انا ما كنتش عارف انك ظالم قوي كده. زبقت البنت عشان ترفدها. لا يا حمد انا مش ظالم. وقبل ما امشيها من الشغل من هنا شفت لها شغلانه ثانيه وشغلانه كويسه وفي مصنع اقرب لبيتها من المصنع ده. وهي كانت اشتكت لك وقالت لي شوف لي شغلانه ثانيه؟ هات من الاخر يا عم محمد. مشيتها عشان شفتني خارج معاها مش كده؟ وعشان سيرتكم بقت على كل لسان. بنحب بعض يا عم محمد، بحبها وبتحبني، وكتر الف خيرها مستحملاني لحد لما اخلص من مشاكلي مع بسمه. قصدك لما تخلص من بسمه؟ هي مش اختك قعدت عندك؟ ما حكيتلكش اننا كنا عايشين في بيت واحد زي الاغراب؟ ما قالتلكش انها من ساعه ما راحت الفيلا وهي قاعده في اوضه شربات؟ ما قالتلكش ان لما كان واحد فينا بيصبح ولا يمسي على التاني كده كان بيبقى اسمنا اتكلمنا؟ لا يا حمدي، اختي ما قالتليش وما حكتليش، عشان من يوم ما جت عند البيت وهي حابسه نفسها في اوضتها شايله الهم كانها كبرت 50 سنة. طب يبقى لازمتها ايه بقى العيشه ما دام كل واحد فينا مشايل التاني الهم ومكرهه في عيشته؟ يعني انا ما غلطتش لما قلت انك عايز تخلص من بسمه؟ وخلصها مني برضه يا عم محمد، وكل واحد فينا بقى يفوق لنفسه ويعيش حياته. ياه اخص عليك يا حمدي، ده انا ما رضيتش اقول لاختك عشان ما تتقهرش، عشان ما تكتشفش ان ربايتها ما تمرتش، ان اخوها خسيس وبياع. ده يا عم محمد انا ولا بياع ولا خسيس. انا قبل ما حسيت اني بحب من اول وجديد كنت ساكت، عاصر على نفسي 800 ليمونه وساكت. كنت اقعد اقول لنفسي يالا ما تبقاش وسخ، بس مش شارياك وبتحبك حتى لو بطلت تحبها. بس غصب عني بقى ربك بيغير القلوب. حبيت يا عم محمد، حبيت قمر، وعلى فكره هي مالهاش دعوه، انا اللي فضلت وراها، انا اللي حبيتها. بس لما اتاكدت اني بحبها حلفت ان عمري ما اعيش من غيرها. انت بجح يا ولا؟ اشمعنى انا دونا عن كل الناس اللي جايه تقول لي الكلام ده؟ عشان انت اكتر واحد يفهم معنى الكلام ده. انت اللي طول عمرك متجوز واحده ودايب وقلقان في عشق واحدة تانية. بس أنا بقى مش هبقى زيك يا محمد. أنا ناوي أعيش بقية حياتي مبسوط. فاكر يعني مبسوط؟ الراجل واقف في امان الليل والشارع فاضي ما فيهوش حد غيرنا، وانا لسه جاي انزل من التاكسي والاقي لك روحي دي بتترج ودب عربيه لابسه فينا من ورا. طبعا انا نازله عشان اشتم مع سواق التاكسي والاقي لك صفط هو اللي واقف، وشه طبعا ضرب لون الفراوله. وكمان لما لقينا انا اللي نازله من التاكسي كان عليه حته منظر كانه بيقول لنفسي يا ارض تشقي وبلعيني. اوحت النعمه، كنت عايز اقول لنفسي كده. خبطت العربية يا عين أختك. بس والله العظيم ما حصل لها حاجة عشان روحت حتى اسألي نادية. نادية؟ خايف كده؟ متأسف، قصدي أنسة نادية. أنت أكتر واحد بتتأسف في الدنيا على فكرة. أنت عارف إن أنا لما أجي أتأسف لازم أبقى قتلة قتيل مثلا. أنت لو كنت قلت لي الأنسة نادية دي كان زماني
ضربتك في نافوخك ولا حاجه؟ مالك يا واد واقف كده ليه ما تقع؟ انت عارفه يا شربات انا مستعجل. اه طيب شربات انت هتعملي ايه ده؟ الله انت هتتكسف من ناديه ولا ايه؟ لازم ياخد فلوس عشان يشتري هدوم للمرسحيه الجديده. خد يا واد كلهم مش عيب. خد انت حاجه تتكسف منها؟ انا لولا قرشين اللي سايبهم لي ابويا ما كنتش عارف اصرف على نفسي خالص. ولو انه لولا اختك كان زمانه هيبقى اربعه مش اتنين بس. يا اختي انت حاجه في ايد اليتيم عجبه. ما هو من كتر ما انتوا باصين للقرشينات بتاعتنا خلاص مش هنتهنى بيه. لا ما تقلقيش مني خالص انا عينيا مليانه. طيب انا هطير بقى عشان الحق المحلات قبل ما تقفل. لا يا عم ما تستنى لبكره. ايه يعني؟ وانا وعدك انا هاخدك لمحلات تبعي انا، يعرفوني وبيدوني اسعار ما بيدوهاش لاي حد تاني. ما هو فاكريني من ايام ما كنت بشتري هدوم للمرحوم؟ مرحوم ابوكي؟ لا طبعا، مرحوم ابويا ما كانش بيعرف يلبسه حد غير ده. انا بتكلم عن المرحوم اللي كنت بحبه. مش جالي المكتب النهارده؟ يا لهوي عايز ايه المفتوح ابن المفاضيح المنكوب ده؟ اسكتي ده انا اول ما شفته جسمي اتنفض وما عرفتش اتمالك اعصابي. بس وانا جايه في السكه وبالذات بعد موضوع صفوت ده بصراحه هديت شويه. شفت لك كنت بفكر فيك وانا جايه؟ ليه هو قال لك حاجه عني؟ لا يقول لي ايه يعني؟ انا بس افتكرت يوم المستشفى لما شفته هو ومراته، وبعد ما شوشات قالت لي ان انت عرفت موضوع البيبي والعلقه اللي انا اخدتها والقصص الحقيره دي كلها. قلت لك ايه؟ يا اختي ده في اوسخ من كده بكتير والله العظيم، انت لسه ما شفتيش حاجه. طيب هو جالك المحل ليه؟ كان عاوز منك ايه يعني؟ بيقول لي انه وحشته، انه محتاجني. ليه ان شاء الله برحوم جايب لك زبون؟ ايه الشجات اللي انت بتقوليه ده؟ بصي اللي خوفني بجد ان لاول مره اشوف في عينه انه ما كانش بيكذب عليا. انا عارفه ما بيبقى بيحور وعارفه ما بيبقى حقيقي، مش عارفه بس صعب عليا. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ وتحسك حد يسمعك تتفشكل قبل ما ربنا يتمم بخير. انت خلاص قررتي انه هيتمم بخير؟ قولي يا رب يا اختي ما تقطعيش. انت يا ماما عايزاني انا اتجوز بالطريقه دي؟ ما احس جوزي بطريقه ايه؟ اربعه اتنين اربعه؟ لا يا ماما انا لا يمكن اتجوز الا واحد مختاراه بقلبي وبعقلي. وماله يا حبيبتي؟ اهو قدامك اختاري براحتك. يا امي انت ما تعرفيش عنه حاجه غير انه غني. هو غني بعقل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بقول لك ايه؟ بيلعب بالملايين كانه بيلعب بشويه فكه. طبعا انت ما فكرتيش بحاجه الا كده. لا ازاي؟ دكتور وابن ناس ومتربي ومؤدب قوي كمان، وبعدين امه بقى صاحبتي. ايه؟ انا عايزه افهم بقى، انت بتتبغددي على ايه؟ على راي المثل سوق الحلاوه جبر وتبغددي الوحشين. مش الاول يا اختي تعرفي اذا كنت هتعجبيه ولا لا. يعني هو اصلا ما فتحكيش في حاجه؟ لا. يعني لا انا قلت لك ان هو عاجبني ولا هو قال لك ان انا عاجباه، انت بس قررتي انك تجوزينا. انت حمار. انت حماره يا بنتي. كل اللي عايزاه منك تركزي تلفت اهتمام. الفت اهتمامه يعني اعمل له ايه؟ البس له بيبي ضل المره الجايه؟ يا قلت الادب يا منحرفه. غوري من وشي. يلا قومي قومي يا بنت قومي. ربنا ياخدك ولا لا؟ ربنا يهدك انت وابوكي واخوكي، انتوا الثلاثه باكج على بعضه كده. يعني انت جبت لنا انا وبابا الشتيمه واحنا اصلا مالناش اي ذنب. وانا بقى لما لقيت ماما ابتدت تشتم وركبها 100 عفريت اطمنت ان انا كده حبكت الدور صح. المهم انها مصممه ان ناخد ماما ونروح نقابلها. لا انا مش هقابلها الفيلا. ما انت لازم هتقابليها يا ليلى ان اجلا او عاجلا. ده موضوع تاني. انما ما ينفعش اصلا وانا ام الدكتور بتاعها اروح لها بيتها. ممكن نتقابل في نادي، ممكن نتقابل في اي حته. اصلا في التمثيليه اللي انتوا عاملينها دي ما ينفعش. انا بقى مش شايله هم غير المصاريف الهرميه اللي احنا عمالين نصرفها. ده ايجار يوم واحد للعربيه اللي هي المفروض واحده من اسطول عربيات يحيى معضله. صحيح. ولسه بقى الهدايا اللي لازم يخش بيها على العواطف ومجوهراتك لما تقابليها. ده غير العزومات اللي الملياردير يحيى لازم يعزم بيها عروسته وعائلتها، بالذات مع واحده زي عواطف ما ملاش عينيها غير التراب. الله يكون في عونك يا معلم. وقابلني بقى. هتجيب شبكه بكام؟ وهتقطع مهر بكام؟ والفرح هتعمله فين؟ وشهر العسل اللي هتوديها امريكا ولا اوروبا؟ مالكم بتتكلموا على ابني كده كانه شحات؟ طبعا هيدفع مهر كويس وهيجيب كمان شبكه شيك، مع ان مال قارون ما يكفيش الاستاذ. يا حبيبتي يا طنط. يحيى اصلا على ما يخلص مصاريف الفشخره وزغلله عيون عواطف مش هيلاقي حق كيلو ملبس، مش مهر ولا شبكه. على فكره يا جماعه بابا بيتكلم صح. طب لما انتوا عارفين كده من الاول ليه ابتديتوا الحكايه دي؟ ما احنا ما حسبناش من الناحيه دي لما فكرنا في الخطه يا ماما.
وبعدين احنا هنقدر البلاء قبل وقوعه ليه؟ يا جماعه احنا نسيبها على ربنا وانا قدها وقدود. ما انتوا برضو غلطانين، المصاريف اللي عمالين تصرفوها دي كنتوا جبتوا حاجه تستفيدوا بيها. يا جماعه انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا، انا متهيألي ان احنا زي ما كلنا اشتركنا في ان احنا نرسم خطه نمثلها على ماما، لازم كمان كلنا نشارك في مصاريفها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شاركوا يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها تشاركوا. عيب عليك يا ابو ياسين، انت بتكلم راجل مش كورك. عيب عليك يا ابو يحيى، وانت لو مش راجل ما كنتش هوافق على جوازك اختي. وبعدين يا معلم انت مش هتبقى جوز اختي وبس، احنا مش اخوات ولا ايه؟ مش الست دي امي والراجل ده مش ابوك؟ طبعا. طيب عارفين بقى مين المفروض يصرف على التمثيليه دي كلها ويبقى سبونسر بتاعها؟ امي. بالظبط كده، اولا هي سبب في اننا يعني مضطرين نعمل الفيلم ده كله، ثانيا هي اغنى واحده فينا ومهما صرفت فلوسها مش هتخلص. دي ورثت من خاله الله يرحمه اكتر من 5 مليون جنيه. ده غير اللي هلبته منه على حياه عينه. بيصح كده تقوله على الست عين عينك؟ يعني انت عايزه تقولي ان انت هتروحي تقولي لماما هاتي فلوس عشان نصرف بيها على الخطه اللي احنا رسمناها عليكي؟ يعني حاجه زي كده. مش هي طلبت مني ان انا الفت نظر يحيى؟ خلاص بقى لفت النظر ده محتاج مصاريف. مره كوافير، مره مكياج، مره صيغه عشان ما تفتكرش ان احنا طمعانين فيه. شيء لازم الشيء. يا نصابين نصابين بجد. وبعدين ازيك؟ معقوله؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ ازيك يا شوشان؟ ازيك يا غاليه؟ لقيتها بتقول لي انها تخنانه اليومين دول، ده غير الضغط العصبي طبعا في المنزل العامر وفي الاتيليه كمان، فقلت ما بدهاش، احنا عايزين طاقه ايجابيه. يا اختي بشرب مشروب الطاقه بتاعك وده ما بيحوقش فيا خالص. لا ما تخافيش هيحوق عندنا ان شاء الله، بس انت سيبيلي نفسك خالص ومالكيش دعوه. انا جايه هنا عشان اسيب، امال انا جايه ليه؟ قولي لي الاول انت كنت بتلعبي حاجه قبل كده؟ ايه ده بجد انت بتسالي بجد؟ انت بتلعبي ايه؟ ايوه كنت بلعب، كنت بلعب استغماية والاولى وكيك على العالي وكيك على الواتي والمساكه والنحله، واحسن لعبه وكنت لهلوبه فيها عريس وعريس. يا اختي كنت هلعب فين؟ في مركز شباب حلوان. انا اسمي شربات بقيت شوشيتا، وعايزه اعمل زي بتوع الافلام بقى لما بيلبسوا الحاجات دي هي ويقعدوا يرقصوا كده، الهانج باج معايا وكل اللزوم معايا. يلا بقى هترقصيني امتى؟ مستنيه ايه؟ يلا اتفضلي عشان ارقصك. لا لا اتفضلي لازم يوسف. ايوه يا بيبي، إيه انت فين؟ انا عند الكوافير. طب اوعي تقصي شعرك اكتر من كده، انا بحب اعمل كده. إيه بينادوا عليا عشان اغسل شعري، هكلمك بعدين. يلا بقى. انت طالعه عندي دور؟ طالعه عند دكتور عادل. انت مش طالعه برضه عند دكتور عادل؟ اه.